السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده سهله، مكونات متوفره. بمناسبه ليله القدر كاع البيوت المغربيه ما تخطاهاش الكسكس المغربي او لا الدجاج محمر. اليوم نحضر معكم وجبه دجاج معمر على طريقتي الخاصه وبشرمولتي الخاصه اللي سهله التحضير. اول حاجه خدينا الدجاجه، نقيناها غسلناها. انا هنايا حيدت الجلده لقاش انا ما تجبني الجلده، بطبيعه الحال كاينين اللي تخليو الجلده، ودرت القشيوشه ديال الدجاج ايضا درتهم من التحت. غسلت الدجاج خليته يستقطر ليله كامله مع الحامض وكل شيء باش يجيكم الدجاج زوين. من احسن انكم تغسلوه ليله من قبل. شديت الفلفل الاحمر والاخضر، قليتهم في شويه ديال الزيت مع شويه الملحه والبصل باش نعمر بهم الدجاج ولي فيرميسيل اللي ديجا سلقته ايضا. نبداو يعني دابا على بركه الله الشرموله اللي غادي نديرو في هاد الدجاج، وراه الشرموله تجي غزاله وسهله. اول مكون اللي غادي نبداو به هو الملح، وغادي نديرو ايضا الكمون، وغادي نديرو الخرقوم، التحميره اولا البابريكا، وايضا سكنجبير، ابزار، لاموطاغ اللي تيجي زوين في هذه الوصفه وما تنستغناش عليه. وغادي نديرو ايضا لاصوص الصوجا اللي تعطي واحد البنه رائعه، وغادي نضيف جوج فصوص ديال الثوم كبار. هنا غادي ندير جوج فصوص ديال الثوم كبار كما تلاحظوا. بالنسبه الا كان عندكم دجاجه وحده جوج فصوص ديال الثوم كبار، الا كانت عندكم اكثر من دجاجه غادي تزيدوا بطبيعه الحال فصوص الثوم. نبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. الشرموله غادي نديروها في اناء اخر كما تلاحظوا، اناء فارغ. غنبداو باول مكون واهم مكون هو الملح. هنايا غادي ندير واحد معلقه صغيره ممتلئه من الملح، وعلى حساب كل واحد والذوق ديالو وبطبيعه الحال وعلى حساب كميه ديال الدجاج اللي كاينه. انا عندي دجاجه هنايا وحده بالنسبه لجوج الاشخاص، والا كانوا كتر بطبيعه الحال راه غادي تزيدوا الكميه ديال العطريه. غندير هنايا واحد معلقه صغيره ديال الكمون فقط من اجل هذيك النسمه. غادي ندير واحد معلقه صغيره ممتلئه من الخرقوم. راه هاد الشرموله تجي بنينه صراحه ما تنستغناش عليها، دائما تنديرها وقلت نبارطاجيها معكم. غادي ندير ايضا معلقه صغيره ممتلئه من التحميره اولا البابريكا، وغادي نضيف البزار معلقه غير ممتلئه من البزار. وبطبيعه الحال هنايا تيبقى على كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والكميه ديال الدجاج اللي عنده متوفره عنده. غادي نضيف ايضا سكنجبير، ايضا معلقه صغيره ممتلئه. هنايا مباش يدا ليا وانا نحلو استسمح. غادي نضيف على الشرموله ديالي الثوم اللي تيجي رائع رائع في الشرموله وتيجي ايضا زوين مع الدجاج. غادي ندير جوج فصوصه ديال الثوم كبار. بالنسبه عندي انايا دجاجه وحده صغيره، الا كانت عندكم بطبيعه الحال اكثر من دجاجه غادي تزيدوا الثوم، والا كان عندكم فصوصه ديال الثوم صغار غادي ديروا 3 حتى 4 فصوصه ديال الثوم، راه تجي زوينه ما تخافوش منها. هنايا كما تشوفوا راني غادي نقيها وغادي نحكها في الحكاكه الصغيره باش كما يبان الثوم. بطبيعه الحال بالنسبه للدراري الصغار اللي ما تعجبهمش الثوم، هنايا حكيت الثوم اللي كانوا عندي يعني جوج فصوصه اللي عندي. غنضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال لاموطاغ عامره، وهنايا لاموطاغ راه تعطي واحد البنه غزاله. هادشي علاش درت معلقه صغيره ممتلئه من لاموطاغ كما تلاحظوا. وغادي نضيف عليها واحد معلقه غير ممتلئه ديال الصوجا فقط. بالنسبه للكميه اللي عندي هنايا ديال الدجاج بطبيعه الحال هنايا عندي دجاجه فدرت غير معلقه صغيره فقط بالنسبه ليا. الا كانت عندكم اكثر من دجاجه بطبيعه الحال غادي تزيدوا كل دجاجه بطبيعه الحال تزيد فيها العطريه ديالها. كما ستلاحظوا من بعد ما درت المكونات كامله ضفت عليها شويه ديال زيت البلديه فقط القليل، وزدت عليها قزبر مدنوس وواحد نص كاس صغير ديال الماء. يعني كما تشوفوا راه كاس كبير فقط درت القليل باش غير نجمع الشرموله. هذا هو القوام ديال الشرموله، تيجي رائع لا في المنظر وحتى المذاق تيجي رائع رائع. كما قلت لكم انا هنايا الدجاجه راه حيت ليها الجلده من قبل لقاش انا ما تعجبنيش الجلده، غادي نشرمل مزيان الدجاجه حتى تدخل فيها الشرموله. بهذه الطريقه هذه هي طريقه الصراحه الصحيحه ودغيا تطيب الدجاج. هنايا غادي نستعمل الايديه يعني باش نتاكد انه الشرموله دخلات مزيان في الدجاج والجنيبات والداخل. كما تلاحظوا غنشرمل الدجاجه ديالي مزيان وغادي ندير الشرموله الداخل. بطبيعه الحال غادي نقلبها. راه هاد الطريقه هذه راه هي المناسبه الصراحه، مستعملتش ايدي راه ما غاديش نتاكد بانه الشرموله دخلات مزيان في الدجاج وتتجي بنينه. وقد ما شرملتيها مزيان قد ما دغيا تطيب وتتجي زوينه. راه الرائحه ديال الشرموله ما نعاود لكمش عليها، راه غزاله غزاله، تنتمنى انكم تجربوها. كما تلاحظوا حتى غادي نشرمل الدجاجه ونتاكد انها تشرملات، غادي نوقف الدجاجه كما غادي تلاحظوا بهذه الطريقه هذه، وغادي ناخذ سكين وغادي نثقب هذاك الجناح ديالها كما تشوفوا الفوق الفخاد ديالها، وغادي ندخل فيهم ايضا الشرموله باش تدخل الشرموله لداخل كما قلت لكم والدجاجه طيب مزيان وتجي بهذه الطريقه تجي غزاله. وتندخل مزيان الشرموله ونتاكد بان الدجاجه ديالي تشرملات مزيان. فهاد الشرموله متبقيه غادي ندير فيها قشاوش ديال الدجاج اللي غادي نقطعهم قطع صغيره، ايضا نقطعهم بالموس كما غادي تلاحظوا معايا دابا. وغادي نضيف عليهم لي فيرميسيل والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر اللي تعطي واحد البنه رائعه وزوينه. نتمنى انكم تجربوها صراحه زوينه. هنايا غادي نضيف لي فيرميسيل كما تلاحظوا معايا الشرموله، ولا القشاوش ايضا، وغادي نضيف الفلفل. هذا الفلفل اختياري، ممكن تستعملوا اي حاجه بغيتوها، ممكن انكم ديروهاش على حسب الذوق ديال كل واحد والرغبه ديالو. انا بالنسبه ليا تعجبني. هنا غادي نزيد شويه ديال العطريه بطبيعه الحال على حسب نتوما عينكم ميزانكم. انا بالنسبه ليا غادي نزيد شويه العطريه باش تعطيني اللون زوين لي فارميسيل. غادي نضيف عليها القليل من الملح، شويه ديال الملحه، ونضيف عليها شويه الكمون وشويه ديال التحميره. من بعد ما شرملت يعني لي فارميسيل راسهم وزدت عليهم العطريه، غادي نعمر الدجاجه اللي قدامي بهذه الطريقه هذه. راه الريحه ما نقول لكمش عليها، تتشهي ما شهيتكم فيها. بعد ما عمرت الدجاجه ديالي كما تلاحظوا راني جمعتها بدي كوردون لقاش ما كايناش الجلده اللي غادي نخشيو فيها دوك الرجيلات، فجمعتهم هنايا بدي كوردون. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الجلده يديروها الطريقه اولا يجمعوه بخيط. كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي مع الطبق الاخير. وبصحه والراحه وليله قدر سعيده. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج من بعد ما طاب. بطبيعه الحال جا غزال. نتمنى انكم تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الشرموله بالصحه والراحه، وليله قدر جميله او ليله قدر مباركه على الكل. بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.